مجلس تصدير الصناعات الغذائية أخصائي تدريب وفعاليات. دورنا كمجلس تصدير الصناعات الغذائية، فإحنا بنحاول نتواجد كل سنة في معارض فود أفريكا، السنة دي في دورته السابعة. بنحاول نساعد مصنعي ومصدري الصناعات الغذائية إن هم يزودوا صادراتهم ويوصلوا لأكبر عدد من المستوردين برا مصر من خلال المعارض التجارية، البعثات، دورات تدريبية في مختلف المجالات زي التصدير، سلامة الغذاء، التعبئة والتغليف، التسويق، التكليف وهكذا. ده علشان تأهيل الشركات إنها تصدر بشكل أحسن وبشكل أكثر. على الجانب الآخر هنلاقي عندنا طبعاً كلنا بنتبع استراتيجية الدولة لنحنا نصل بصادراتنا لمليار دولار. حالياً احنا الصادرات حوالي 37 مليار دولار، فقربنا نوصل للهدف. نحب نساعد مجموعة أكبر. الصناعات الغذائية بتضم المجففات، المجمدات، توابل وأعشاب، زيوت طبية وعطرية، عصاير، أجبان، ألبان، زبادي، شوكولاتات، سناكس، الزيوت، كل المنتجات الاستراتيجية، أي منتج هو مش فريش أو مش حصلات زراعية. حابين تتواصلوا معنا، احنا متواجدين على قنوات السوشيال ميديا، يساعدنا تواصلكم معنا واحنا مكاننا في المعادي. اهلا بكم في مجلس تصدير الصناعات الغذائية.